يلعبها في الامام انخيل دي ماريا اللي انتقل طبعا من بنفيكا البرتغالي الى النادي الملكي في 2010 بعد ما كان لاعب في روساريو سنترال. جول جول بيتسا وظل حتى 2012 وانتقل بعدها. جول جول ياتي الرد سريعا عن طريق ايزيك يلابيتش. يا ولد يلابيتش شولان ينطلق في محاوله لكورا جويرو. كورا جويرو التبريره لبلاسيو من جديد لمسه من دي ماريا لكن فين بلاسيو. جول جول. ذكر حضراتكم سريعا بتشكيله المنتخب الارجنتيني: سيرخيو روميرو، بابلو ساباليتا، فيدريكو فرنانديز، ازيكييل جراي، وماركوس روخو على اليسار، وادي عرضيه. جول جول عرضيه مميزه.